دكتور أحمد بقى كان قال في بداية الرحلة من الأول خالص إن رشا هتحتاج عمليتين، حتى لما أنا سألته كنت عايزة أفهم أكتر. طب تيجوا نعرف منه تفاصيل العملية التانية، إمتى هنعملها وليه المفروض تتعمل، ما كناش نكمل في واحدة بس. دكتور أحمد معانا، دكتور أحمد الشاوي أخصائي جراحات السمنة المفرطة والمناظير. ألو. ألو يا دكتور أحمد إزيك؟ الحمد لله بخير أخبارك والله. إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله. ربنا يسعدك يا دكتور أحمد ويرضيك، ربنا يعزك. منورني وعلى راسي وثانك يو، ومش عارفه اشكرك ازاي ان انت تتبنى حاله من اولها لاخرها كده، وتجيب لها عربيه ان هي تنقلها، وتشوف جانا محتاجه ايه، وجانا تقعد متدلعه في المستشفى كده ومبسوطه كده. ربنا يبارك لك يا اخي. ربنا يعزك. الحمد لله ان احنا وصلنا للنتيجه دي، الحمد والحمد لله. لله ان احنا شفنا نتيجه العمليه، الحمد لله يوم بيوم. الحمد لله. حضرتك كنت قلت بقى ان هي تحتاج عمليه تانيه، عايز اعرف بقى عمليه ايه ومفروض تعملها امتى؟ ان شاء الله هتكون عمليه تحويل مسار. هنستنى 6 شهور ونبتدي نشوف الوقت المناسب اللي نقدر ناخد فيه العمليه دي. طب هو المفروض بعد يا ست دكتور شهور يعني ونشوف بعد 6 شهور دي ينزل قد ايه من وزنها الاول؟ مش يعني هي مش حاجه ثابته، يعني بحالة رشا، يا رشا كانت 310 كيلو صح؟ وهي داخلة أوضة العملية. 364 كيلو. 364 كيلو؟ أيوة. أنا فاكرة كل ده 310، حتى هي كانت لا بتقول لا لي 364 كيلو. 364 كيلو؟ ما شاء الله، اللهم بارك. ودلوقتي دلوقتي نزلنا 20 30 كيلو. يعني قول بقينا 330. طب احنا ليه ما عملناش من الأول تحويل المسار أو الباي باس من الأول؟ الحالة الصحية والوزن ده ما يستحملش ان هي تعمل تحويل المسار في الفترة دي خالص. هي تحويل المسار تأثر على ايه؟ ده انا سمعت يا دكتور ان في ناس بيبقى عندها السكر بيروح لما نعمل تحويل مسار، بس يعيش على فيتامينز طول عمره. بس الوزن ده ما يستحملش ان هو يعمل تحويل مسار دلوقتي. بنعمل عملية مبدئية، السليف اللي هي التكميم، تكميم المعدة، وبعد كده نقدر ناخد عملية تانية اللي هي تحويل المسار ان شاء الله. دي طب هو هتبقى العملية الوزن الأساسية ليها. الأساسية ليها اللي هي الباي باس أو تحويل المسار بعد 6 شهور إن شاء الله، بعد 6 شهور من دلوقتي. بعد 6 شهور أو سنة إن شاء الله. إن شاء الله. طب هو المفروض يا دكتور توصل لوزن كام؟ يعني 364 كيلو ده بالعمليات دي من المتوقع أو اللي حضرتك شفته؟ يعني عارفة إن بتختلف من مريض لمريض، إنه في ناس مثلا بتاكل شوكولاتة وعصاير وحاجات فيها سكريات فما بينزلش زي التاني. بالظبط. بس بيبقى متوقع إن هي تنزل قد إيه لو مشيت تمام؟ بالنسبة لرشا؟ بالحركة شفته طبعا طريقة رشا بأكل رشا. احنا متوقع بس دلوقتي ان احنا لو وصلنا ل 180 كيلو مع رشا 180 في 180 كيلو مع رشا في التكميم، احنا كده قطعنا 50% من نجاح العملية. احنا ممكن نعمل 180 دول في خلال 6 شهور؟ بإذن الله يلحقوا ينزلوا قبل الباي باس او تحويل المسار بإذن الله يا رب. طب يا دكتور، من ست شهور لسنة إن شاء الله. إن شاء الله. طب يا دكتور، هو ده بيأثر على رجليها صح؟ هي رجليها مش عارفة تمشي ليه؟ يعني حضرتك كنت قلت، حتى أنا شفت المشاية اللي حضرتك جايبها لها وإحنا في المستشفى، وأنا فضلت قاعدة معاها أتحايل عليها إن هي حتى تقوم تقف لو 5 دقايق، بس هي ليه مش قادرة تمشي؟ رقم واحد نفسيا هي خايفة جدا. أوي أوي يا دكتور، أوي أوي. ومستعجلة أوي. بالظبط، أوي. مستعجلة جدا. فده هو ده اللي مأثر على نفسيتها؟ بنحاول ندعمها نفسيا ان هي مفيش فيكي حاجه، اتحركي. هي خايفه تقع يا عيني او بالضبط. حاجه. انا حتى لما كنت هناك خايفه تقع، بتقولي هقع يا ستي. طب جربي، يمكن يكون عشان هي مثلا بقى لها سنين قاعده فخايفه. لا، وعندها مشكله حصلت قبل العمليه برضو، ان هي وقعت في البيت. هي وقعت؟ انا ما كنتش عارفه المعلومه دي. وقعت في البيت من ايه؟ وهي قالتليش. بتتحرك في البيت. وقعت يا حبيبتي، فخايفة ان فخايفة. هي يكون عندها كسر، لكن لما عملنا لها الأشعة الحمد لله ما كانش في أي كسر. الحمد لله، ده كرم ربنا. فهي خايفة. طب يا دكتور، في حاجة تانية، أنت معايا إن هي بقت عصبية شوية جدا بعد العملية؟ ليه بقى؟ حتى أنت وإحنا زعلنا منها شوية، يعني عشان الناس تبقى عارفة اللي هو يا جماعة اللي ورا الكاميرا برضو أنتوا لازم تكونوا معانا فيه، يعني إنه زعلنا من طريقتها شوية. هي حرام غصب عنها خايفة فعصبية، فبتشد معانا إحنا وبتشد فينا، فإحنا حاولنا نحتوي الموقف على قد ما نقدر. بس أنا عايز أعرف إزاي، يعني بتقولي لما حياتك بتتحسن أكتر
بتبقى اقل عصبيه صح؟ هقول لحضرتك على حاجه. هي دلوقتي قاعده في البيت بقالها كام سنه؟ لا كتير، وما كانش معاها حد في المستشفى غيرنا كمان، يعني بقالها سنين. اه في البيت سنين. دي المره الوحيده، دي اول مره تخرج فيها من البيت، واول ما خرجت راحت على مستشفى. صح، وشافتنا احنا في وشها على طول. المستشفى عباره عن مكان فيه ناس كتيره جدا رايحه جايه. احساسها بان هي برضه دخلت مستشفى وقاعده في اوضه لوحدها وما بتتحركش، وشايفه بقى ناس بتتحرك، ده كان مضايقها جدا. صح، لا واحنا كمان حاولنا نحتوي الممرضين، حاولوا يحتووا، وهي كانت خايفه، احنا فاهمين ان هي خايفه بس عصبيه، اللي هو احنا خوفنا ان احنا نكون احنا اللي عملنا، يعني احنا ضايقناها، ولا ده طبيعي في العمليه، ولا ده بيبقى ولا ده وجع، ولا ده بيبقى خوف بزياده. لا هي الفكره بس ان هي بتشوف قدامها في المستشفى ناس رايحه وجايه، ده بيضايقها اكتر. يا حياتي بتتحرك، هي ما بتتحركش. صح، ده بيأثر نفسيا على المريض، بيبقى حاسس ان هو طبعا متضايق طريقه متكتف. نقلها كانت مضايقاها. انا اشتكت. صح، هي كانت بتقول لحضرتك انا مش عايز اجي في ميكروب، انا مش عايز اجي في ميكروباص. ايوه لانه طبعا، كانت عايزه عربيه اسعاف، وعربيه الاسعاف ما تشيلش الحجم ده 360 كيلو. فالدكتور قعد يفهمها يا حرام بالراحه، فتعصبت علينا حتى في وسط الكلام. وهي لاحظت كمان طريقه نقلها، هي اتحطت قدام الامر الواقع، عرفت ان هي وزنها عامل ازاي. يا حبيبتي، هي وضعها واجهت الحقيقه، فاحنا بالضبط. واحنا مستوعبين جدا يا رشا، احنا حتى قعدنا نطبطب عليها بزياده، بس ده طبيعي. احنا حتى بنحاول نفسر للساده المشاهدين انه ده ممكن يحصل، فاستوعبوهم فطبطبوا عليهم، انتوا ما تعرفوش هما بيمروا بايه بجد. ده الواحد بيتخن 10 كيلو يبقى قاعد مش عايز يخرج، مش عايز يواجه حد، ما بينزلوش صوره على السوشيال ميديا، ما بالك 300 حاجه و60 كيلو. صح، ثانك يو يا دكتور، وتسلم لي. وعايزه منك نصيحه اخيره بقى لكل اللي بيعملوا العمليات دي، عمليه التكميم، لانه انا سمعت انه عمليه التكميم بعدها بسنتين المعدة بترجع زي ما هي، في حاجة اسمها كده؟ لا 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 خالص، مفيش المعدة بتوسع هو في من حاجة كتر ما اسمها إن بناكل؟ عملية التكميم تفشل. يعني إيه تفشل؟ يعني ما تقومش بالدور المراد. هي الدور عملية المراد ده التكميم، بيبقى كام كيلو حسب كل مريض لا يعني؟ هي عملية التكميم هدفها الوحيد هو إيه؟ تقليل كمية الأكل عشان نوصل لنتيجة واحدة اللي هي نزول الوزن. فشل عملية التكميم لو هي معمولة مظبوط للشخص المظبوط ممكن تفشل بسبب حاجة واحدة بس، إن أنت تاكل سكريات. أكلت سكريات العملية فشلت. ومعنى أكلت سكريات يعني إيه؟ يعني اعتمدت بشكل أساسي على السكريات أو الحلويات أو المياه الغازية. يعني لو حد المعدة قاعد ياكل توصل لحجمها سكريات، الطبيعي ياكل فطير طبعا. لأنه سهل بينزل، ياكل شوربة من الحاجات اللي فيها سمنة أو زيت سهلة برضو بتنزل، أو حاجات فيها صوص في الاكل، يتخن عادي. سامع يا رجا؟ لان الحاجات طبعا دي بتنزل عادي، بتبقى سهله، ما بتوقفش زي اللحمه او الفراخ او. مظبوط. انا بشكرك يا دكتور، ونورتني وفي ميزان حسناتك، وانا سعيده اني قابلتك وبشكرك جدا، ومبسوطه ان في ناس كده في الدنيا. ميرسي يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم. ميرسي، تسلم لي.